ليونيداس الأول بالإغريقية 540 قاف متر تقريبا 480 قاف متر ملك إسبرطة الـ27 وابن الملك أناكساندريداس الثاني الذي يعتقد بأنه من أسلاف هرقل كان من أبطال معركة الثرموبايلي وقتل فيها هو وجميع الإسبرطيين الذين كانوا معه في العام 480 قبل الميلاد على أيدي الفرس بقيادة الملك خشايرشال الأول. حكم إسبرطة بين عام 490 و480 قاف متر بعد أخيه كليمينيس الأول وتزوج ابنة كليمينس الأول غورغو. عندما شن الملك الفارسي خشايرشال الأول هجومه على اليونان في حوالي 480 قبل الميلاد كان عليه عبور ممر ضيق في ثرموبايلي لمطاردة الجيش اليوناني الرئيسي المنسحب إلى اليونان الوسطى. وهناك صادفته عقبة غير متوقعة وهي عبارة عن نخبة من الجنود الإسبرطيين قوامها 7000 رجل اشتهروا بشجاعتهم وجلدهم وكانوا بقيادة ملكهم لينيداس. فأمر خشايرشال الأول طليعة جنوده بالهجوم عبر الممر فجرت معركة يائسة وتعاقب تدفق الجنود الفرس على الممر وفي كل مرة كانوا يجبهون بعنف. وما أن حال المساحات تكان لينيداس وكل رجاله صارع في ثرموبايلي ولكن بعد أن أخروا تقدم قوات خشايرشال الأول كثيرة وأتاحوا للجيش اليوناني فترة راحات. مراجع العنوان نشر في القاموس الحقيقي للآثار الكلاسيكية اللوبكر العنوان نشر في القاموس الحقيقي للآثار الكلاسيكية اللوبكر 24 نسخة محفوظة 05 يناير 2017 على موقع ويباكاين ماشينا 4 مرشف من الأصل في 22 نوفمبر 2017 اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2014 صانع التاريخ سميرة شيخاني ألف شخصية عظيمة ترجمة الدكتور مازن تليمات المصدر لينيداس موسوعة الموريدي منير البعلبكي 1991 انظر إلى ماركت الثرموبايلي 300 فيلم خشايرشال الأول سبق كليمينيس الأول ملك إسبرطة 490 قاف متر 480 قاف متر تبه بليستارت شوس فيكو من صور وملفات عن لينيداس الأولى.